أهلا بكم في المراقب من القاهرة الإخبارية، أنا دينا سالم، ونتابع في ملفاتنا اليوم. ما أسباب تراجع تضخم أسعار الغذاء في الدول الكبرى؟ ارتفع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2022. وبسبب الجفاف المغرب يقر قوانين للمحافظة على المياه. أهلا بكم. تراجعت أسعار الغذاء في الدول الكبرى إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أدى إلى تخفيف الضغط على ملايين الأسر التي تضررت من ارتفاع تكاليف الغذاء لمدة عامين. للتحليل تنضم إلينا من عمان الدكتورة مها الشيخ، خبيرة سلاسل التوريد العالمية. أهلا وسهلا بك دكتورة مها، وكل عام وأنتم بخير في الأردن. نتحدث طبعا بداية عن تراجع أسعار المواد الغذائية في 38 دولة صناعية، ما العوامل التي أدت إلى ذلك؟ كل خير، يعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستضافة، وكل عام وشعبنا وأهلنا وأشقاء في مصر بألف خير وعافية. اليوم حين نتحدث عن مؤشر الأسعار الغذائية، نحن نعتبر أنه جزء من التغييرات الشهرية في أسعار سلة من المواد الغذائية الأساسية على المستوى العالمي. وحساب هذا المؤشر خلال متوسط مؤشرات أسعار مجموعات رئيسية من السلع الغذائية تؤثر على اتجاهات أسعار الغذاء على المستوى العالمي، وأيضا هو على تطورات ومتابعة الأسعار وتحليلها وتأثيرها على الأمن الغذائي والعالمي والاقتصادات الوطنية. اليوم مؤشر أسعار الأغذية ارتفع، وبسبب اليوم لدينا تقريبا 118 نقطة، أصبح لدينا تطورات في أسواق الحبوب، أصبح لدينا تأثيرات وعوامل عالمية ومحلية ودولية بسبب توقعات مواتية للاتحاد الروسي والولايات المتحدة والظروف اللوجستية في أوكرانيا وأماكن أخرى. حين نتحدث اليوم على التضخم، فنحن نتحدث أن دائما التضخم يضر بالفقراء، لأن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية حين يكون كبيرا يؤثر على إنفاقهم،
ونحن نعلم أنه بعد الحرب الأوكرانية الروسية والأزمات المتتالية أثرت على المواد الأساسية، منها الحبوب، البيض والأسماك واللحوم، ولوحظ أنه أصبح هنالك نمو في معدل التضخم وأثر على الفقراء في حالة الزيوت والطعام واللحوم. أما اليوم حين نتحدث عن هذا التضخم والانخفاض في الدول الصناعية 38، نحن نعتقد أنه أصبح هنالك تباطؤ في النمو الاقتصادي، أصبح هنالك انخفاض بأسعار السلع الأولية، هنالك تقدم تكنولوجي وتحسينات، وأصبح هنالك تغييرات وتدخلات من البنوك المركزية للتحكم في التضخم من خلال سياسات الفائدة والسياسات النقدية برفع أسعار الفائدة الذي يؤثر على زيادة تكلفة الإنفاق والاقتراض ويقلل الطلب مما يساهم بتراجع التضخم. إلا أننا حين نربط التضخم بالدول الصناعية نحن نربطها بمحددات على الأسعار الأغذية ومثل أسعار النفط ودرجة الحرارة. وأحد العوامل المهمة التي كنا نتحدث بها عن تضخم وانخفاض أسعار الغذاء أنه كلما أصبح لدينا تحديدات لسعر الصرف على المدى الطويل وكنا لدينا حسابات محددة لتأثيرات أسعار النفط في الأشهر الأولى من السنة والمنتصف السنة، يحدث لدينا مستقبلاً توقعات بآثار كبيرة على مرور الوقت تدل بالاستجابة على انخفاض التضخم ومما يؤثر على أسعار الغذاء. نحن نريد أن يكون لدينا تأثير إيجابي وليس تأثير سلبي في هذه الاستجابة على الدول، سواء كانت الدول الصناعية أو سواء كانت بسياساتها النقدية المالية الضرورية لتؤثر على أسعار الغذاء. ولكن هذه السياسات تعتبر سياسات تقليدية، وهذه التغييرات تعتبر تغييرات مؤسسية ليست ضمن تغييرات جذرية، هي مؤقتة، لذلك هي تعتبر ديناميكيات خارجية وليست حاسمة ولا تخلق سياسات بديلة للسيطرة على تضخم أسعار الغذاء. هل يعني كلامك دكتورة أنك يعني تنادين ربما بوجود سياسات ثابتة حتى يتم التحكم في الارتفاعات في أسعار الغذاء؟ نعم، لأننا اليوم حين نتحدث عن الدول الصناعية، هذه الدول الصناعية تبحث عن فكرة الرفاهية للمستهلك، لذلك دائما نحن نربط العوامل الديموغرافية التي هي إعادة هيكلة السكان والمرتبطة بمعدلات النمو السكاني وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمرتبطة برفاهية المستهلك، مرتبطة أيضا بالسياسات الحكومية. هذه السياسات متباينة، لذلك نحن نرى في فترات أنه لدينا تضخم وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وبعد 3-4 شهور نرى أنه لدينا انخفاض في التضخم وأصبح لدينا مشكلة في الأسعار الغذائية. اليوم رفاهية المستهلك المرتبطة في الدول الصناعية والمرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية سيستهلك هؤلاء ويحتاج هؤلاء المستهلكون إلى إنفاق المزيد على المواد الأساسية، مما يقلل من قوتهم الشرائية للسلع والخدمات الأخرى، وذلك يؤثر على ذوي الدول ذوي الدخل المنخفض. بهذه المشكلة أنها هذه المشكلات تؤثر على المدى الطويل، وهذا المدى الطويل يؤثر على النواتج الصحية والرفاهية العامة. نحن نرى اليوم بدراسات كثيرة أنه الارتفاع الصدمات التضخم المالية وصدمات التي تؤثر على العالمية والمحلية التي تؤثر على تضخم الأسعار الأساسية تركز على مجموعة من المجموعات، ألا وهي الاقتصادات المتقدمة، الأسواق الناشئة، الاقتصادات النامية، البلدان المنخفضة الدخل. ولكن بالنسبة للدول الصناعية وعبر تعتبر هي مجموعات مثل أنظمة النقد الأجنبي والسياسات النقدية تشير إلى أن هذا التباين بين التضخم والأسعار العالمية والمحلية يؤثر على المدى الطويل على صدمات الأسعار العالمية، بمقارنة أن هذه الصدمات تؤثر على الطاقة العالمية
بنسبة 13% تؤثر أيضا على أن يكون لدينا مشاكل في أسعار الصرف، وأيضا مشكلة في استقلال البنوك المركزية. ولذلك تعطل هذه الإمدادات لفترة طويلة على مدى سنوات بسبب الحروب والأزمات المتكررة، وهذه الإمدادات الغذائية هي لم تكن فقط وطنية، لم تكن فقط محلية، هي كانت بالأصل عالمية، وأثرت وستؤثر على المدى الطويل على السلع الأساسية. وهذه السلع الأساسية ينبغي أن تكون مرتبطة بفكرة التنمية المستدامة. لذلك لدينا اليوم نحن مشكلة في الطلب، انخفض الطلب. إذن أنا لا أستطيع أن أحقق 50% من أهداف التنمية المستدامة، والتي هي بالأصل المرتبطة في القضاء على الجوع، والتي تهدف أن يكون لدينا ضمان للأمن الغذائي وتحسين البنية التغذوية وتحسين الزراعة المستدامة على المدى الطويل. أنا لا أريد أن تكون لدي التجارة العامة وارتفاع المنافسة الدولية وتوافر السلع أن يؤدي فقط إلى تراجع التضخم. أنا أريد أن أحقق تنمية اقتصادية مالية زراعية غذائية طويلة الأمد تحقق رفاهية المستهلك. هذه النقطة الأساسية التي نحققها في ارتفاع وتراجع التضخم. ولكن نحن نعلم أن السياسات الحكومية مثل الضرائب والإنفاق العام تحددها على المدى الطويل، ولكنها لا تحلها من جذورها، بسبب أنه لدينا مشاكل خارجية تؤثر على الطلب الاقتصادي. إلا أن أحد الدراسات الحديثة تحدثت أنه تعتبر أن التضخم ليس مرتبطاً دائماً بالحروب، هو مرتبط أصلاً في السياسات الحكومية، مرتبط أكثر بالعوامل الديموغرافية، مرتبط أكثر في التقدم التكنولوجي، سياسات البنوك المركزية، وليس مرتبطاً أكثر بالحروب والأزمات. ونحن اليوم وحضرتك تتفقي مع هذه الدراسة، لأنه دائما الخطاب الذي نستمع له منذ بداية فيروس كورونا وكل الأزمة التي تزامنت معها بخصوص أسعار الغذاء إلى جانب الحروب، كانت هي السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم. هل تميلين ربما إلى نتائج هذه الدراسة التي تقول إنه الحروب ليست السبب الرئيسي؟ هي تعتبر جزء مهم أنها الحروب هي كانت سبب ولكنها ليست السبب الرئيسي، لأن هذه الدول الصناعية أو الدول النامية بالأصل أثارت الحروب لديها الفجوات في الأمن الغذائي، الفجوات في أنها ليست قادرة على تحقيق الأمن الغذائي، وليست قادرة على تحسين البنية التغذوية وتعزيز الزراعة المستدامة المتعلقة في الأمن الغذائي في سياق الحروب. لذلك أصبح لدينا فجأة أو بشكل صادم زيادة في الأسعار ضيقت على جوانب الانعدام الغذائي. إلا أننا اليوم نحن نعلم أن الأثر المباشر لم يكن مرتبطاً بالحروب، الأثر المباشر بأزمة الغذاء العالمية هو كان مرتبط في الإمدادات العالمية للحبوب والمواد الغذائية، وكان مرتبط أكثر بسلاسل التوريد الغذائية، وهذه الإمدادات أثرت تأثر الغير المباشر لديها أثر على أسعار الغذاء العالمية، وبسبب نقص الإمدادات، بسبب الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي كطرق نقل بديلة، مبادرات الحبوب البحر الأسود التي ساعدت في تقليل نقص المؤقت في الإمدادات وانخفاض أسعار الحبوب بشكل منخفض. طيب من ناحية أخرى، التراجع في أسعار الغذاء في الدول الغنية التي نتحدث عنها، هل هو مؤشر برأيك على عودة سلاسل التوريد إلى مستوياتها وعملها الطبيعي؟ نحن نستطيع أن نتحدث أنه أصبح لديهم اعتماد أكثر على فكرة أن يكون لديهم مساهمة إدارية تكنولوجية فعالة في تحسين التجارة لديهم. مقابلاً ذلك أنه أصبح لديهم ارتفاع في عوامل الإنتاجية الزراعية. اليوم هم يدرسون أكثر تغير المناخ وآثاره، القضايا البيئية، وهذه التحركات التي والسياسات التي يقومون عليها
تحسن لديهم النظام الاستثماري الزراعي الغذائي، والذي ينبغي أن يكون قادر على فهم تقلبات وتغيرات وتعقيدات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وباختصار أعتقد أنه سيكون لديهم اعتماد أكثر على الواردات الغذائية لتحقيق أهمية الاستقرار الغذائي والصمود أمام التحديات العالمية لتحقيق الاحتياجات الغذائية أكثر. يعني من خلال متابعتك لهذا الملف، هل لاحظتي وجود توجهات استهلاكية جديدة أو تغيرات ربما في عادات الاستهلاك في الدول الغنية ربما كان لها بعض الدور في تراجع التضخم؟ نحن حين نتحدث عن فكرة العادات الغذائية، نحن نربطها بنسب النمو السكاني وتغير المناخ على الموارد الطبيعية، وأيضا نربطها في الواردات الغذائية. هذه كلها تؤثر على فكرة يكون لدينا تحول في الأنماط الغذائية، على استراتيجيات مثلا أنه يكون لدينا اعتماد على تعزيز الإنتاجية الزراعية، يؤدي إلى تركيز على نمو أسرع للإنتاجية الزراعية، تعزيز الاكتفاء الذاتي، أن يكون لدينا تقليل في هدر الغذاء وفقده، أن تساهم الإدارة الحقيقية لفهم هدر الغذاء على المدى الطويل الذي نفقده بشكل كبير في الدول التي واجهت فجأة صدمات ما بعد الحرب الأوكرانية. اليوم تعزز القدرة على الاحتفاظ بالغذاء، عدم استهلاك بشكل كميات أكبر، عدم الإنفاق على عدم المواد الأساسية أو الكماليات من المواد الغذائية، تطور عادات الأكل والتنمية الاقتصادية الغذائية. وهذه كلها تحديات، للأسف هي تحديات مرتبطة بالاكتفاء الذاتي لسلاسل التوريد الغذائية. وترين دكتورة مها أنه بهذه الدول لديها خطط راسخة لتعزيز الأمن الغذائي في السنوات المقبلة، خاصة بعد ما شهده العالم من توترات ربما كانت غير متوقعة على الإطلاق؟ لماذا؟ لأنهم اليوم يبحثون عن فكرة أساسية، أن يكون حينما يقل الطلب لديهم توضع لديهم استراتيجيات على تحكيم وتعزيز السلع والخدمات، مما يؤدي إلى الضغط على الأسعار ويتساهم في تراجع التضخم على المدى الطويل. أيضا يصبح لديهم فكرة أساسية في مراجعة أسس استيراد وتعزيز استثمار أسعار النفط والمعادن الصناعية لتقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الضغط على الأسعار النهائية للمنتجات. لذلك هذه الاستراتيجيات التي توضع المرتبطة بالطلب، المرتبطة بأسعار النفط، المرتبطة بأسعار السلع الأولية في الصناعات الإنتاجية لديهم، وتحسين زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف يساهم بشكل كبير في تراجع التضخم وتقليل الأسعار. إلا أنها اليوم كل هذه العوامل التي نضعها كسياسات هي سياسات، أنا أعود وأقول أنها سياسات مؤقتة. أنا أستطيع أن أقارن بال 2024 اليوم مقارنة بال 2018 حتى العالم عام 2010، كان لدينا هذه المشاكل التي لم تستطع البنوك المركزية وضع سياسات حقيقية لمعالجة مشاكل تحدث كل 10 سنوات والعودة إلى نقطة الصفر. معنى ذلك إنها حلول مؤقتة تأخذ من 3 أشهر، 4 شهور، 6 أشهر، حتى 8 أشهر، ونحن نعود للأسف العجلة المشكلة الاقتصادية والتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي كلها تعود إلى الصفر، ولأنها ليست حلول جذرية. نحن نحتاج إلى حلول جذرية وليست حلول مؤقتة تساعدنا على أن يكون لدينا نمو، انخفاض في الأسعار وتقليل في التضخم وزيادة في الإنتاجية وتحقيق الرفاهية للمستهلك وتحقيق للأمن الغذائي وأن يكون لدينا أمن غذائي مستدام لسلاسل التوريد الغذائية.
شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفتنا من عمان الدكتورة مها الشيخ خبيرة سلاسل التوريد. نبقى معكم في القاهرة الإخبارية، نواصل المراقبة، وبعد فصل قصير ما العوامل التي أدت إلى ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو؟ كونوا معنا. ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو لأعلى مستوياته منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. يأتي هذا الارتفاع قبل أيام قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات بأن تعلن اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4.5% في هذا الاجتماع. عموما للمزيد من التحليل ينضم إلينا من لندن الدكتور طارق الرفاعي، الخبير الاقتصادي ورئيس التنفيذي لمركز كروم للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور طارق، وفي البداية ما العوامل التي أدت إلى ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى هذه المستويات غير المسبوقة منذ بداية 2022؟ بلا شك يعني أفضل سيناريو لأسواق المال في منطقة اليورو وكذلك يعني تفاؤل المستثمر اليوم هو ثبات السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي. يعني ثبات الأسعار معناته أن الاقتصاد في نوع ما من الهدوء أو الاستقرار، وهذا طبعا إيجابي للمستهلك وكذلك للمستثمر. الآن يعني نرى ارتفاع ثقة المستهلك كذلك أعلى مستوى منذ 2022. طيب برأيك ما القطاعات التي ترى أنها تشهد تحسنا وتعافيا في ظل الظروف العالمية؟ احنا شايفين ان منطقة اليورو النمو الاقتصادي ضعيف جدا ولا زال ضعيف جدا، ولكن مثل ما ذكرت يعني السيناريو الان في استقرار في الاقتصاد الاوروبي، ومع ذلك نرى افضل او من افضل القطاعات هو القطاع المالي. يعني مؤشر البنوك او المؤشر المالي في منطقة اليورو اعلى مستوى وصل رقما تاريخيا، وكذلك بعض المؤشرات في الأسواق المالية الأوروبية الآن في يعني مستويات قياسية. هو بالفعل في مستويات يعني عالية، هل تعتقد أنه الانعكاس سيكون بشكل كبير على سوق الأسهم في الشهور المقبلة؟ الآن يعني بسبب الارتفاع القوي اللي شفناه خلال الثلاث إلى ست أشهر السابقة، يعني شفنا أداء قوي في أسواق المال الأوروبية. أنا شايف أن الفترة القادمة على الأقل يعني للربع الحالي يعني إلى منتصف العام سنرى نوع ما من تراجع أو الثبات في أسعار الأسهم. يعني أنا ما أتوقع أن نرى أرقاما قياسيا جديدة خلال هذه الفترة، ولكن يعني السيناريو لا زال مفتوحا للاستمرار في الارتفاع. ماذا عن توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو حتى نهاية العام؟ منطقة اليورو النمو خلال السنتين الماضية لا زال ضعيفا، خاصة يعني في الاقتصادات الأساسية مثل ألمانيا، وأيضا الاقتصاد البريطاني شفنا بعض التوترات، ولكن بريطانيا يعني خارج منطقة اليورو، ولكن يعني الدول التي شفنا فيها الأداء أو تحسن أداء دول مثل إيطاليا، أسبانيا وهولندا. نعم بالفعل. طيب نحن نترقب اجتماع المركزي الأوروبي، ما هي السيناريوهات وهل تتفق أنه ستبقى الأسعار أو معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية؟ تفاؤل المستثمر خلال الأسابيع الماضية كان بسبب البنك الفدرالي الأمريكي الذي ثبت في سياسة النقدية ولم يرفع أو لم يخفض أسعار الفائدة، والبنك المركزي أيضا كذلك التوقعات تشير إلى ثبات أسعار أو استمرار في نفس السياسة النقدية خلال هذه الفترة. والآن السيناريو والسيناريو طبعا هذا إيجابي لأسواق المال، أن البنك المركزي الأوروبي التوقعات الآن تشير إلى خفض الفائدة مرتين فقط خلال هذا العام. نعم
طيب، يعني إذا تحدثنا عن ارتفاع مؤشر الثقة، كيف يمكن أن يؤثر على الاستثمارات المباشرة إلى منطقة اليورو، خاصة مع وجود ما زالت توترات جيوسياسية ربما تؤثر على قرارات المستثمرين عالميا وتتوجه إلى مناطق أخرى غير منطقة اليورو؟ يعني في بعض العوامل التي تشجع للاستثمار أو يعني العودة إلى الاستثمار في منطقة اليورو، معدلات التضخم في تراجع ولا زالت في تراجع من الأرقام القياسية اللي شفناها خلال السنوات الماضية، وهذا طبعا يعني السبب يرجع إلى السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، وكذلك تباطؤ يعني بعض السلع وكذلك الأسعار في الدول الصناعية مثل الصين. الصين يعني شفنا انخفاض حاد في نسبة التضخم، وهذا أيضا شجع في هذا، فطبعا هذا مشجع للتفاؤل للمستثمر اليوم في منطقة اليورو. ويعني البنك المركزي كذلك يعني أي تغيير في السياسة النقدية ستؤدي إلى تقلبات في أسواق المال، ولكن المستثمر اليوم يعني مبني استثماراته أو قراراته على استثمار على ثبات هذا القرار. وكذلك يعني كنا نتوقع دخول بعض الدول الأوروبية خلال هذا العام في انكماش اقتصادي، ولن نرى هذا، يعني النمو لا زال ضعيفا جدا ولكن ليس في انكماش، وهذا أيضا شجع المستثمر اليوم. شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفنا الدكتور والخبير الاقتصادي الدكتور طارق الرفاعي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. مشاهدينا نبقى دائما معكم في القاهرة الإخبارية بعد فاصل قصير. كيف يواجه المغرب أزمة الجفاف ونقص المياه؟ كونوا معنا. أهلا بكم. أثرت ندرة تساقط الأمطار على الموسم الزراعي في المملكة المغربية، حيث تراجعت النسب لما يقرب من 70%، وأعلنت الحكومة في المغرب عن تراجع نسبة ملء السدود إلى نحو 23%. نتابع التفاصيل. أجواء متقلبة رسمت المغرب وسط تساقطات مطرية ضعيفة وخزانات جوفية مستنزفة وصلت إلى درجة من الخطورة في وقت تعلن فيه المغرب عن استراتيجيات عاجلة لمواجهة التحدي. المملكة المغربية سجلت عجزا في التساقطات المطرية خلال الموسم الزراعي الجاري بنسبة 70% مقارنة مع المعدل، كما تراجعت نسبة ملء السدود إلى نحو 23% مقابل 31.5%، في حين تراجعت حصة الفرد من الموارد المائية من 2560 مترا مكعبا سنويا في سنة 1960 إلى 620 مترا مكعبا في سنة 2020 وفق ما أعلنته وزارة التجهيز والماء المغربية. الحكومة في المغرب أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الجفاف المزمن الذي تعاني منه المغرب، لتصدر الحكومة إجراءات تطبق بقوة القانون، بدأت ببعض المدن المغربية من أجل الحد من هدر المياه وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب. الإجراءات التي أعلنت عنها المغرب شملت بموجب القانون منع نشاط الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال الأيام نفسها، مع منع استعمال الماء الصالح للشرب في هذه العملية. ليبقى السؤال، هل تنجح هذه الإجراءات في القضاء على الجفاف بالمغرب؟ وهل من إجراءات جديدة منتظر الإعلان عنها؟
للمتابعة ينضم إلينا مباشرة من الرباط الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الساري. أهلا وسهلا بك، وطبعا كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. دعنا نبدأ الحوار معك أستاذ رشيد عن مدى التأثر في المغرب من ندرة سقوط الأمطار. مساء الخير والسادة دينا، وأتمنى لكم عيد مبارك سعيد لكم وللطاقم العامل بالقناة المجتهدة وكذلك للشعب المصري الشقيق. جوابا على سؤالك السادة دينا، أظن بأنه يعني الوضع على ما هو عليه المغرب وكذلك مجموعة من الدول سواء بشمال إفريقيا أو بالشرق الأدنى أنه يعني سوف نعيش فترات من الجفاف يعني مستقبلية أكثر خطورة وأكثر سوءا لنكون واقعيين. يعني اليوم عندما نتحدث بأنه نسبة ملء السدود، وللإشارة أريد لن أقول تصحيح معلومة ولكن هي تحيين لمعلومة، نسبة ملء السدود يعني بفضل التساقطات الأخيرة التي شهدها نهاية شهر مارس يعني أدت إلى ارتفاع ملء السدود إلى نسبة 30%، وهي نسبة يعني مقارنة مع السنة الفائتة يعني أنه نلاحظ بأنه سنة يعني في نفس الفترة كنا سجلنا تقريبا 34%، وفي سنوات سابقة كانت نسبة ملء السدود تصل إلى 50-57% يعني في فترات متوسطة. اليوم الإشكال الحقيقي الذي نعيشه هو أنه يعني الفرشة المائية الباطنية هي اليوم في اضمحلال. نسبة التساقطات كما أشرتم إلى ذلك بأنها حتى هي تعيش أسوأ حالاتها، وأكثر من هذا يمكن أن نقول بأنه نحن بالمقارنة مع المعايير الدولية في يعني نسبة كل حصة كل فرد من الماء نحن دون المتوسطة، أي أنه النسبة المتوسطة أي أنه يمكن أن نحكم على دولة بأنه أفراد يعني مواطنيها أنهم يتمتعون بنسبة عادية من الماء، أنه يجب أن تكون هناك حصة يعني تقريبا 1000 متر مكعب. اليوم المغرب يعني في حدود 630 إلى 520 متر مكعب يعني بشكل دقيق، وهذا يجعلنا اليوم نلاحظ بأنه التساقطات المطرية التي أصبحت يعني ليست سخية كما كانت من قبل، كان لها تأثير على مجموعة من المستويات على المستوى الاقتصادي. لنكون صريحين، عندما نتحدث اليوم بأنه يعني المحصول الزراعي كيف أنه ينخفض سنة بعد سنة، لاحظنا بأنه سنة 2021 مثلا سجلنا بأنه حصة إنتاج المحاصيل الزراعية أو محاصيل الحبوب كانت في حدود 34 مليون قنطار، سنة 2022 كنا نتحدث تقريبا عن 32 مليون قنطار، بينما سنة 2023 يعني نلاحظ بأنه نسبة إنتاج حبوب أنه في حدود 55 مليون قنطار. اليوم يعني كان تقريرا سابق في يعني في الشهر المنصرم لبنك المغرب أبان بأنه ربما المحاصيل الزراعية أنها سوف تكون في حدود 25 مليون قنطار، ولكن لم يأخذ بعين الاعتبار التساقطات الأخيرة التي كانت جد مهمة في الأونة الأخيرة. أضف إلى هذا يعني يمكن أن نسجل بأنه من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم في المغرب كان هو العامل الفلاحي، لأنه لاحظنا أنه يعني معدلات التضخم التي عشناها في فترات، رغم أننا اليوم ولله الحمد نسجل بأنه نسب التضخم يعني هي معقولة ومعقولة جدا تقريبا في 2.3%، ولكن في فترات من السنة 2023 خاصة عندما كنا نتحدث عن شهر فبراير مارس وأبريل كانت هناك إشكالية كبيرة، وأنه نسب التضخم كانت مرتبطة بشكل كبير بالمجال الفلاحي. في فترات سجلنا فقط في المجال الفلاحي أنه نسبة التضخم وصلت إلى 16%. أظن اليوم هذا يعني كنت
يعني صادقا معك أستاذة دينا في شرح يعني الإشكاليات التي نعيشها في المغرب، وأنه اليوم هناك إشكال يمكن أن نقول بأنه ليس دوري، ولكن هنا هذا المشكل الذي نعيشه هو مشكل هيكلي ربما سوف يمتد إلى سنوات يعني قادمة. ولكن بالمقارنة يعني حتى يعني نفتح الباب لنقاش يعني أكثر نجاعة، ما الحلول؟ وهذا ما يمكن أن نطرحه فيما بعد. سنتحدث عن الحلول، لكن دعنا قبل ذلك نعرج سريعا على المحاصيل الزراعية الأكثر تأثرا بسبب هذه الظواهر وندرة تساقط الأمطار. أظن بأنه يعني من بين الأكبر يعني المحاصيل الزراعية التي تضررت هي الحبوب، وسوف أقول سوف أشرح لك لماذا يعني تضررنا بشكل كبير. اليوم الاستهلاك يعني السنوي للمغاربة من الحبوب هو تقريبا نتحدث عن 100 مليون قنطار، أي في حدود 10 طن من 10 طن مليون من الحبوب. اليوم عندما نقول بأننا سوف يعني يتم أو المحاصيل الزراعية سوف تكون يعني المحصول من الحبوب سوف يكون في حدود 25 مليون قنطار أو 30 مليون قنطار أو أي عدد، يجب أن نقارنه بالمحصول بالكمية التي نحتاجها. نحتاج كما قلت 100 مليون قنطار سنويا. 100 مليون قنطار سنويا يعني أنه هناك حصة سوف نحتاج إلى أكثر من يعني سنة 2024، وربما سوف نحتاج إلى تقريبا 75 مليون قنطار، وبالتالي سوف تكون التكلفة كبيرة لأنه هناك تكلفة الاستيراد من جهة، هناك كذلك سوف يكون هناك استنزاف للعملة الصعبة، وبالتالي حتى يكون تأثير حتى على مستويات التضخم. هذا اليوم ما نعيشه، أكثر من هذا يعني سوف أعود إلى التقرير الأخير لبنك المغرب حينما أشار بأنه متوسط محاصيل الحبوب يعني في 50 مليون قنطار، أي أننا اليوم انتقلنا من ذلك التعريف الذي كان يعني سائدا لمدة من الزمن بالمغرب، أننا كنا نقول بأنه المحصول الزراعي المتوسط في المغرب هو 80 مليون قنطار، فيما بعد انخفض إلى 75 مليون قنطار، فيما بعد أصبحنا نتحدث بأنه المحصول الزراعي المتوسط هو 70 مليون قنطار. ولكن اليوم عندما نقول يعني آخر تقرير لبنك المغرب يتحدث بأنه نتحدث عن 50 مليون قنطار، هذا أنا شخصيا يجعلني أتساءل، هل نحن انتقلنا إلى فترة مناخية جديدة بمفاهيم جديدة بأخذ بعين الاعتبار معايير جديدة في تحديد يعني نسبة أو أنه الإنتاج، كيف أنه يمكن أن نحكم على هذا الإنتاج معدله متوسط أم ضعيف أم أنه إنتاج يمكن أن نصفه بالوفرة؟ ولكن عموما اليوم نحن اليوم الكل واعي بأننا نعيش يعني مشكلا كما قلت هيكليا في يعني نتيجة لتقلبات مناخية قاسية تجعل من المغرب يعاني ليس فقط من الجفاف، ولكن حتى لاحظنا حتى ارتفاع في درجات الحرارة يعني وأصبحت هذه ظاهرة عالمية في الحقيقة، لأنه معظم الدول تعاني الآن من تغيرات ليست معتادة عليها وبكل تأكيد لها انعكاساتها السلبية. كنت تريد أن تطرح بعض الحلول أستاذ رشيد، لنتطرق للحلول التي تقدمها المغرب ربما من ترشيد استهلاك وغيرها من الأمور التي يمكن أن تحسن من الوضع الحالي. أستاذ دينا، في تقريركم أشرتم إلى بعض الحلول
البسيطة جدا يعني التي نهجناها، يعني لن أقول أنتم من يعني من اقترحتموها، ولكن في تقريركم أشرتم بأنه مسألة إغلاق الحمامات لثلاث أيام أو 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 المحلات لغسل السيارات، هذه حلول أظن بأنها بسيطة وتدخل في إطار توعية المواطنين المغاربة يعني بحساسية الموقف. ولكن دعيني نتحدث عن استراتيجيات للدولة، يعني أنه اليوم نحن اليوم نتحدث عن استراتيجيات مهمة. في البداية كنا نتحدث عن بناء مجموعة من السدود، اليوم تقريبا نتحدث عن تواجد أكثر من 150 سد بالمغرب، هذا جد مهم يعني أننا سوف نستمر في نفس العملية، ولكن نتحدث اليوم عن استراتيجية لتسيير أو تدبير قطاع الماء، هي استراتيجية تدبير القطاع الماء 2020-2027 بميزانية تقدر بتقريبا نتحدث عن 14 مليار دولار. يعني هذه الميزانية سوف تخصص أولا لبناء السدود من جهة، تحلية مياه البحر من جهة ثانية، إعادة استعمال إنشاء مجموعة من المحطات لإعادة استعمال المياه العادمة، وهذا ما يجعلنا اليوم أننا أصبحنا نتفادى مسألة أنه سقي مجموعة من المناطق الخضراء بالماء صالح الشرب، أصبحنا نعتمد بشكل كبير وكبير جدا على إعادة استعمال المياه العادمة. إضافة إلى هذا هناك تقنية جديدة، وهي من خلال يعني هناك طريق سيار مائي. طريق سيار مائي في اعتقادي الشخصي أستاذ دينا تأخرنا فيه كثيرا، لأنه هذه العملية كنا يجب أن نقوم بها يعني لمدة من يعني كنا يجب أن نكون أكثر يعني استباقية. لماذا؟ لأنه مجموعة من المياه كانت تصب في البحر، كان من الأجدر أنه يجب أن يكون ذلك الخط السيار المائي من أجل أن يعني نستفيد بكل قطرة يعني تنزل من السماء يجب أن نستفيد منها بشكل كبير. ولكن أظن أنه اليوم لن نقول بأنه الوقت تأخر، اليوم تمت يعني استعادة هذه العملية، أنه سوف يكون هناك طريق سيار مائي، هناك مجموعة من الأوراش، وأظن بأنه اليوم هناك حتى هناك يعني إعادة النظر في السياسة الفلاحية للمغرب، من خلال لاحظنا أنه تم منع مجموعة من إنتاج مجموعة من المنتجات، نتحدث عن الأفوكادو التي يعني تستهلك الماء بشكل كبير، نتحدث عن يعني تصدير زيت الزيتون، أنه اليوم أصبحنا نلبي حاجياتنا على المستوى المحلي، كما أنه اليوم أصبحت هناك عقلنا في إنتاج مجموعة من المنتوجات الفلاحية، وربما هناك يعني اليوم هناك كذلك، وهذا يجب الإشارة إليه، وأتمنى أن يعني هذا النموذج أن يسود مجموعة من الدول العربية، وأنه يجب أن نتحدث عن يعني أن نبدأ أن نشرع فيما يسمى بالفلاحات الإيكولوجية. من الرباط الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الساري، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا هكذا نصل معكم لنهاية حلقتنا اليوم في المراقب، طبعا نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بكل الخير، إلى اللقاء.